تميزت البطولة الوطنية للجمباز الفني ذكور صنفي أكابر وأواسط التي احتضنتها قاعة متعددة رياضة أحمد مامو ببوفاري بسيطرة واضحة لرياضي وداد بوفاريك. فعاليات البطولة كانت بحضور كل من نائب رئيس الاتحادية وبمشاركة 8 نوادي جزائرية وبحضور 3 رابطات وطنية. وحنا كما يقولوا كاتحادية وكوزارة يعني وضعنا كل يعني المجهودات يعني عندهم كل إمكانيات كلها متوفرة، وراهم إن شاء الله بالتحضيرات يمشي وإن شاء الله يكونوا نتائج مليحة بإذن الله. الشيء الأهم في هذه المنافسة بروز بعض الرياضيين اللي كانوا في صنف الأواسط وسنة ترقوا الأكابر ليتحصلوا على نتائج جد جيدة. الميير كومبيتيسيون كانت اليوم هنا شامبيون دالجيري في بوفاريك، الحمد لله تحصلت على 3 ميداليات ذهبيات، وفريمون كنا نعاني وعندنا بزاف ما درناش لي كومبيتيسيون صافي لونطون اكوز دو كوفيد. هذا الحدث الكلاسيكي الوطني الذي نظمته الاتحادية الجزائرية للجمباز كان بمثابة عودة جديدة وجرعة معنوية إيجابية للرياضيين، ورغم الظروف التدريب التي كانت صعبة فقد تمكنت عناصر رابطة البليدة من تسجيل حضور قوي بفضل المجهودات التي تقدمها الإدارة التقنية. النتائج كانت حسنة على الرياضيين على المستوى البليدة، وكانت كل 90% أولا من الرياضيين تاع ولاية البليدة هما من الفريق الوطني. هذوك الأهداف تاعنا شبنا دافريك لا عندنا فيما يقال ولا أفريق برمضان شبونس ولا دوك لازم دوك هنا كيما كملنا كومبيتيسيون مش حريحوا ولا تسمى دركا غدوة احنا بداو بريباراسيون دوك هذه نحيناها سي بون دوك بريباراسيون شفنا دافريك وبطولة واحدة أخرى إن شاء الله. وحنا درنا البوسيبل تاعنا باش قدرنا نكونوا شوية في نهارنا وخدمنا والحمد لله يا ربي كونوا كاينين نتائج بإذن الله سواء في شامبيون عرب ولا في شامبيون دافريك ولا في ليج ميديتراني إن شاء الله أنا نخدموا بور أنا نوجدوا لهذاك الشيء. القاعة شهدت استعدادات على قدم وساق من المنظمين لتظهر في أبهى الصورة المعتادة، وكذا بحضور الطواقم التحكيمية. العنصر النسوي كان غائب بسبب الإصابات التي باغتت النوادي والمنتخب الوطنية. لا مش مشكل، ما هي مش إصابة يعني خطيرة ولا. على كل حال راح نديروا على أسبوعين نديروا المنافسة بطولة الإناث. لتبقى هذه البطولة من أبرز الاستعدادات للاستحقاقات القادمة على غرار البطولة العربية التي ستقام بالجزائر، وكذا البطولة الإفريقية المقررة السنة القادمة.